ولا لما بيشوفها بيركز عليها، ويوم لما بيمسكها على طول بترميها. بس لو ركزت شوية واتأملت فيها هتلاقي فيها رموز جميلة، وكمان هتلاقي تأملات كتيرة، وهتلاقوا فيها معاني كبيرة. اسمعوا معانا القصة الجاية واستحملونا علشان هي طويلة شوية. هنحكي قصة واحد اسمه سمير، شاب صغير مش راجل كبير، ليه طموحات في الحياة كتيرة، بس للأسف هو عنده مشكلة خطيرة. إيمانه بربنا للأسف مهزوز، بعده عن الكنيسة خلاه فيها مش محفوظ، على طول لوحده حزين ومكبوس، ومامته كانت دايما تقوله هتفضل طول عمرك كده يا موكوس. الكل كرهه، وهو كان للناس منبوس، وأهله كانوا عارفين إنه في الآخر هيبوس. يعني من الآخر شخص الدنيا قدامه سودة، وكل السكك قدامه كانت مسدودة. وأول حاجة هنشوفها مع بعض هي شغله، ونسيت أقول ليكم إنه صيدلي. على طول الناس تدخل ليه تقول له ممكن تفكلي، فكان بيسأل نفسه ويقول أنا اشتغلت الشغلانة دي ليه؟ فدخل واحد وقال له ممكن تجمد لي 10 جنيه؟ حقيقي شغلانة تكفر العيشة بجد، بيبيع وبيركب وبيعمل أعمال الجرد، وفي الآخر مفيش حواليه ولا حد إلا خطيبته اللذيذة جوليان، حياتها مضطربة وعلى طول قلقانة. الشقة يا سمير فين؟ العفش والديكور منين؟ الفرح هيكون في هيلتون رمسيس، وإلا نفك الخطوبة ومع السلامة عريس. الدنيا وحيد، وبالصدفة شاف الكتاب المقدس بعيد، فتحه وهو بيبكي بدموع غزيرة كأنه واحد مسجون لوحده في جزيرة، وشاف الآية اللي بتقول إذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. فقال سمير في سره هو أصلا ما عرفش يحمل همي، هينمي فيا إيه؟ ما خلاص بعد إيه؟ ولما قعد مع نفسه شوية رجع لنفسه على طول وقال أنا غلطان، أنا فعلا المسؤول، أصلا فين الغارس وفين الساقي؟ مكان يزرعوا فيه فعلا مش هتلاقي، التربة بتاعتي رملة خفيفة وأساساتي كلها ضعيفة، أنا فعلا مش مبني مع ربنا أساسا، طبعا حاجة في حقي مش ظريفة، أنا هصلح في نفسي الآن وهرجع أحسن من الأول كمان. وابتدى يواظب على قراءة الإنجيل مع إنه في الأول كان عليه صعب وتقيل، ودخل الإكليريكية ونجح على طول، وبالرغم إنه في شغله كان مشغول عرف يوفق وقته مع البيت. لما اتجوز جوليانا اللي قال لها أنا غيرك ما لقيت، حياته اتغيرت في لحظة على طول. وإزاي هو في الأول كان باله عن ربنا مشغول، وشفتم لما قرب لربنا بقى عامل ازاي، علشان لما طلب ربنا قال له في الحال انا جاي، قبل ما تدعون انا اجيب، ومش ممكن وانا ماسكك فجأة هسيب. الصخرة مش مجرد رمز وخلاص، ده ياما كان في كنيستنا اشخاص كانوا زي الصخرة في حياتهم، وبإيمانهم وخدمتهم نالوا الخلاص. ممكن تبقى جبل قوي مش مجرد صخرة صغيرة، فلو كنت بعيد عن ربنا وأخلاقك متغيرة حاول تبني نفسك من تاني، لأن العالم ملكه كله فاني. إلحق نفسك مهما كان عمرك كام، هتلاقي إيد ربنا معاك ونفسك ونفسك عايشة بسلام. قرب بس وتعالى وجيله وشوف هو هيعمل إيه. حاول تقرب من كلام إنجيله اللي الحكمة والمحبة والتسامح هتلاقيه فيه.